حياكم الله في حلقة قديمة جديدة من برنامج وش صاير؟ حلقة قديمة لأنه معنا واحد من أوائل مشاهير السوشيال ميديا. طيب ليه جديدة؟ لأنه عنده برنامج جديد على قناة اس بي سي. شوقتكم؟ تبون تعرفون مين؟ معانا صاحب السبع صنايع. رحبوا بضيفنا زيد السويدة. زيد السويدة هو واحد من الأوائل اللي وضع لهم لقب مشهور التواصل الاجتماعي. زيد السويدة خلال عقد كامل من تواجده في أروقة الإعلام وقوائم البحث المتداولة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه كشاعر غنائي وممثل وصانع محتوى وغيره الكثير من الألقاب اللي حققها ونجح فيها، وكان آخرها بتقديمه لبرنامج تحدي النفوذ على شاشة اس بي سي في كل يوم أحد الساعة 9 مساء. زيد السويدة ضيف برنامج وش صاير مع عبد المحسن اللافي. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا زيد. يقولون بأنه عمر المشهور الفعلي في السوشيال ميديا 3 إلى 5 سنوات، بعدها ما يكمل. ايه. أنت ما شاء الله عليك 11 سنة 11 سنة ما شاء الله تبارك يا حبيبي. والله بالعكس ما شاء الله تبارك الاستمرارية أصعب من الوصول بسرعة. صحيح. والواحد الدنيا ماشية يعني. وش سر الصملة هذه؟ توفيق من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. وإذا اشتغلت على شيء حبه.